الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. آية هاس ومناكسن القرآن الكريم كأه إله سبحانه وتعالى آية ذي أقوه الرئي القرآن كأسودة شيوي وحين كه الله يان مهمة دوين أي وحب رشاد الله ظهي اهتمام كوين إلى هيسي سبحانه وتعالى قرآن كي نبع الغوب اللاوي. اقرأ باسم ربك الذي خلق وحاد أخر سابة اللي يرمقع إلهي هذا إلا إسكا أخريه ما وحال الله أخرين أيوه إن أنت الله إسكا أخريه الله قد ماشي اللي قمت تلقلين إلا فهمه أي كمهم سن وحي الله أخرين أيوه هذا وحلا فهم أيوه مقع إلهي سبحانه وتعالى ما حالك فهم يا وحال برنا يا صفات كيسي وحي واجبي وحي كمستحيل كها يا وحي جائز لها إلا برتوي وعقيدة الإسلام كورنوي كل إنه ما دي سوى الله برنا يا مركز سواها الوسي دري الذي خلق خلق الإنسان من علق إلهي وح أبوري وإنسان كروح كأبوري بالشيء على علقة إنسان كنا مخلوقات كأرنب بوقف اللي بنيه وحكى لترى هدوك يوقف اللي بناء أبوري إلهي وأبوري معاني ذا سيك وكسي فربضا أي الله فهمي إلهي وحو الراعي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بلاك إلهي دوا كريم وحكى كريم سن متيران وكد يقسسن كرم كيسنا وحا كم ذا إن أدتك وحا براي أو قلن كوب براي أو وحا القرى هاي يوح مارك تميلغ آخرين هاي براي آياتي أقوه الرئي القرآن كان سودك اهتمام كأوين أي وحا برشاد السيان ومدهو وحا يكوهر كعان أو كوهر مران أو وحا قوقب سدان وعلمك وحا دبدع كرده يدباتنا وحا ويه وجهلك ويه أن وحبر شدة قيمها سيئة لا ذا أن حديثنا سيدوك لا توي وحلا برتلم حاوفي عن قرآن كأي أون أحسن خيركم من تعلم القرآن وعلمه وح حديث النبي صحيح ودمالها النوويل وحلا برت قرآن كأي أون أحسن عدة برا سيئة أنا وشرف بدن مرك هذه اللي هذا وحبر الله برنا يا ده وحبر الشذا هي تربية ومكر هرانة وحيوبها هانتها هي وحبلن بيوبها هانتها هي شنو حياة بعض بنك شيرينه بيأدي والوبها هي وحلو برا نيجي ها وحلو بيأدي والوبها هي من هج كي لفت كيسيا يا لوبها هي يكروك لام كي مارك تي توسنا معلمين تي تذكر وحبر يسيب والوبها هي ولي أمر كي والوبها هي هي أرضي وحبر نيسي برشان تاع أنمار توحير كتابنا مركو وهو رئيسة هدي عن الهيرين بي أول أكسن أو مارتي لائم أوه ماشوا حلقو برا رأي وحلو برا نكرو هاي الهلا مدرسة وهاي الهلا مدرسة داسي وإن أي تهي مد إن أول بنا نظيف كا حس حس جاي معنى هوا حق نظافة وإن نظيف تهي حق معناها وإن أي تهيمال أن لقد دنبابين أو جريمة كتشرين أو أفحومة كتشرين أو أخلاق حومة كتشرين مال نظيفة وإن أي تهي مال أقل أنت أيوه حلقو برتو أول مدرسة في الإسلام تابعي هاي أختي يقوى إسكا قابين هاي دار الأرقم وي
دار الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنه وحوي ومشي وجوه الرسول النبي سوق يعني بركة الله ما أقوله إن وحلا برتو إن دين تلا برتو ولا قريني مال صفاء دو بأهيد هل كا أيا وحلا كبرني النبي هل كا سوق القرآن كتبه كبرني أيا وحلا كبرن جري عرور كليه ما وحلا كبرني سي ما يكون النبي قد أدي سها كبرني وسيد أبو بكر يكمدهن دوم ربا كبرني أو شوقي أو أسماء بنت أبو بكر يكمدهن إيو حفصة بنت الخطاب قبل يقوه الرئيس الإسلامي مارك يقوه الرئيس المدينة عرور بوحكو برنيس علي بن أبي طالب يكمي ديهن دي وحبر الشدو سيدة النبي ونوشة عليه الصلاة والسلام دي حل وملها من المهدي إلى اللحد إلا قفو قد انتو يا وحبر الشدو الله قرر وحال برني يوحا وقو مهم سنة قرآن كا يوحا مهم سنة ونبي قدتك بري عقيدة أيو دتك كبري هلكا مدرسة يقوه الرئيس وإن لها إنفار يعنا وحبري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكى الله أوران كرادة مدرسة دي كلاتو كحك توحى هيد مسجد النبوي وده مركو ساعة هؤلاء النبي وكذا سيد مدينة صحابة قم بعنا سيدا سكرتو حكوا برنا يصير رقي الدمر يعرور به وين أنه هلنا مال أقل أنت إن أيدتك وحكوا بر أمنية أو نظيفة أو أخلاق له أو تقوى إلهي له وحكوا هذا منهج وين هلا منهجكو يا مقرركو وين يا متوسن متوسن وين يا هادان منهجكو وسن هاي سنين دا وحا لا برانايا مخاي نكونيان جامعه الازهر ازهر باو الرسيب الى هذا جامعه كون سنه كهر با لا دسي يا دسي عبيدينتي فاطميينتي هايت با دسي دد اي عقيدتي وخريبنت هاي باهين وخ لا فايده ما جيرين marka ay cilmiga ku shuhrooday oo ay ka soo saartay caalimintii ummada ugu fiicna wa salaxadun ayuu markuu xoreeyay kadib منهج كذا دواتيسنا. هذه منهج كذا دواتيسنا هي تصابح مايو. مدارس تاني سومالية دولة ملترية هاد مركز شرطي. أنا جاي أربعة وحنا خريج وولي سكن دري سفيع عنو جارين. بوقة فهم فوق في سومالي بوقة قرنا تاريخ تاريخنا سكتش على. بوقة نبى نخري. بوقة وحلاقو تلاقي داد مسلمين يا ودهم كوها داد كوداد مسلمين. قبل جي سبب وحكاها الله يا دجال كي كواد دجال كلا بعد رير يوروب. وهذا قال استعمار أو هو مسلم كله استعمار سنة يوكه اللي هلا يراته هل مال لغة محسن وحسلان ما تاريخ بعنا ضد كله بري هل مال باللغة شيء الدولة العثمانية أيضا مال حوار عيقها يا هيد مركا وحوي منهجكو هدوس توزنين ده تذكر صوب حياة ما توزنان كرام مقرركو وينو في عيه هيو مقرركو وأنا هبيسين هاي ومنهج كله قد ذلك. سيدو كلاتو دت كدقة يا ومعلمتها وأنا دت هجاكسين هين وما دتنا قرنا هيا عقيدة في عنتها هاي جهد كوب حنا معلم كون معلم ديار سين هاي انتلقاتو معلم ومعلم متها هاي كارو وحس كدك مش قينس معلم الله سوى امتحاني ولا سوى دقيستي وحالك دي سلالة صعبة وأخلاقيات كيس اللوجي هاي يتقوى ديس أي عروت تلوى من أي دتك ووين بقى كاس أي مركب حصوص عاركرا معلن وأنا النتيجة دي بقى نرجعني صحابة دتك يسوع حبرين بقى نرجعني نبي محمد عليه الصلاة والسلام كوي وحقة برتيبة واحد نقدان دتك أدون كرنه جامي علماء دي ووينا دتك يحبرين سيد إمام الغزالي شيخ عبد القادر الجيلاني أي قدس حري ضد واحترقه وأنا معلميهن هذيك لا تو ده معلم أما سو جهل لكسوغان أما عقيد حما كسوغان ها شيعان وده كي يحبرته هو كينه وين ودفاع وين ودم سيدو كله تنك عقيد وكخلدن طاي أما تجسيم أم إنسان أما تشبيه أسوونا ده محوك برايا هذا هو ديور هذا وجه هذا حتى جهات كي سماه صعوني جهات كوا شيء فرعي أصل كوا إنه مركو هرها بيسينه مهم وين ولي الأمر يا أما تذكر والدين تلاير هذا أن آد بمهم أيهن إن أي واحد برشة ذا كويهن تذكر تعلقه أو كورقبة هذه أن المهلة سقدر مدرسة ووالدك أصلا وركه هين واحد برمي وهم واقع جوري أصلا وركه هين ماشى ضيع راكجيره وحكروا قصي ترى لو يصير أنا هذا دبعتنا جهزته
waalidka laftiisa ayaa yidhi adigu jaahilnimo isaga sugnow. Waalidku waa inuu yahay qof diintiisa yaqaana, waa qof noloshiisa wax ka yaqaana inuu yahay, waa inuu yahay qof ilaahay ka cabsanaya. waalidiinta waxaa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala, walyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan ducaafan khaafuu calayhim falyattaqu llaha walyaquluu qowlan sadiida. qofkan caruur yarar baad ka tegaysaa, waa jiratay, waad inaad dhimataad umalaynaysaa, maxaa talaaho la sameeyaa? ilaahay ka cabsaa lagu yidhi. marka ilaahay baa kugu keergaraynaya oo meel kuugu duwaya. waana aragnay in badan dad badan oo agoon ah oo ayimada islaamka u badan yihiin oo uu ka mid yahay imaamu shaafici, hadday dadku wanaagsan yihiin dee ilaahay iloobi maayo. wa kaana abuuhumaa saalixan, aayadda odhanaysa kii toddobaad bali. marka waalidku waa meelaha ugu muhiimsan buu ku jiraa, laakiin hadduusan war ka haynin, haddee waxbarashadu socon mayso, waxyaabaanu soo sheegnay dee waa arkaantii moogtahay. aan u gudubna marka aalibka dadka waxbaranaya, meesha ugu muhiimsan weeye qofkaa waxbaranaya ee la rabo in la soo saaro. ujeeddada laga leeyahay maxay tahay? waxay tahay inuu noqdo muslix oo naftiisa uu qof hagaajin kara noqdo. markuu naftiisa hagaajiyana naf kalena uu hagaajin karo, kheyrkiina uu hagaajin karo. waxaanu ka rabnaa qof maaragtay asaguna naftiisa wax taraya, mujtamacana wax taraya, macruufka amri kara, munkarkana nahyin kara. qofkaas inuu soo baxa la rabaa. qofkaa in lagu dadaalo weeye, waa in caafimaadkiisa laga dadaalo, oo cuntadiisa laga dadaalo, oo jiifkiisa laga dadaalo, oo dhagihiisa wax balaayo aysan maqlin, oo uusan dayacmin ee lagu tacluuqo wey. hadduu iska dhibaataysan yahay, gurigii baa dhib ka haystaa, focus ma saari karo marka waxbarashadii. waa iska gaajaysan yahay oo aroos baaba bay ku maqan yihiinba waalidkii, iyo meelo isaga maqan yihiin oo cunugii waxba ma cunino, si casharka uga soo baxaya. hadda wixii ilaahay keeno ka hadli maya, laakiin waxaan sheegaya tacadi. dad baa ilmihii, qisas fara badan baa jira, waqti uma hayo. gabar baa waxay ku dhici jirtay iskuulka marka la yimaado, maalin walba way dhacaysaa, markaasaa inay suuxdin qabtaa la moodaa. suuxdin ma qabto, waxa la dhacaysa waa gaajo. ilmahaasi waxa uu baranaya. waa in laga dadaalo, waa in laga dadaalo nadaafadiisa, waa in laga dadaalo akhlaaqdiisa, waa in laga dadaalo. waxayna ka bilaabataa tarbiyadu, waa soo gaabinayaan. cunugu marka uu dhasho, iyo bal waxayba ku leeyihiin waxyaabaan la yaabay baan ku arkay wadamada reer Yurub, ilmo uurka ku jiro lala hadlayo bal ka war. waxbuu fahmayaa ilmaha uurka ku jira. kolley waalidkiisa, aabihii iyo hooyadii codkooda waa yaqaan baa leyd. yemanna waxaa ka dhacday, cunug baa dhashay, markuu shan iyo wax jiraa dugsi la geeyey, fahmadiisaa lala yaabay, ilaa iyo qur-aanka alkaafi intuu gaaray wax yar buu ku bartay, kadib waa la dhaqaajin waayey. haduu waa la yaabay cunugii, dee waxba uma baran karo markaa kadib. waxaa markii la soo baaray la ogaaday, islaanta hooyadii ayaa qur-aanka waxay ka taqaanay ilaa iyo suuratul kahf oo akhrin jirtay intuu uurka ku jiray. waxay ku leeyihiin marka intuu uurka ku jiray ayuu maqli jiray qur-aanka, sidaas uu ugu fududaaday. haddii waxaa la rabaa markuu cunugu uurka ku jiro, markuu dhasho, markuu in lagu tacalluqo, kii oo 20 sano ku gaamuray oo jaahil ah, wax dambe wax bari kara lama arko. taasna waxaa weeyaan waa mas-uuliyadda saaran maaragtay waalidka iyo macallimiinta, in laysla shaqeeyo, iyo community-ga guud ahaan inaannu ka shaqeyno si wadajir ah, sidaan usoo saari lahayn jiil wax noo tara. sidaas ayaana maaragtay mujtamacyadu ku horumaraan. qur-aanka ayaana asala meeshan dadka aasaasay, macallimiinta, waalidiinta, cid kasta oo juhdi ku baxisay, jazaahum allahu khayran. kulligay waxaan isku dardaarmaynaa taqwada ilaahay, iyo inaanu waxaan ka qaban karno ka qabanno. aquulu qawli hada wastakfiru llaha lakum walisaair muslimiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.